بعد ما شفنا كيفاش تبون انتقل الى مدينه تيزي وزو رفقة أزلان جابوهم له باش يصفقوا عليه ويقولوا عليه، نشوفوا كيفاش الإعلام يزور الصور. أي نعم، أول حاجة ديجا الناحية الإعلامية التغطية فاشلة. موقع رئاسة الجمهورية اللي حكموا سي كمال سيد السعيد اللي هو قبايلي وفرحان بروحو شفناه في هذيك اللي قاعدين نشوفوا باش ياخذوا الشروحات تاع السبيطار وتاع السطاد وتاع عندنا، هو قاعد جسم الرئيس نورمالمون بكري مكلف بالاعلام ما يبانش ما يجبه ما يجي جهه الرئيس الوحيد هو هذا كمال السعيد واللي هو فاشل. موقع تم اختراقه على 5 جويليا ما حتى بقاو 5 ايام باش تسرقوه. اليوم تروح تشوفوا ما كانش كلمه على الزياره، كاش كلمه وعنده مديريه عامه. دونك من الناحيه تاعنا ناخذ مثلا يوميه الشروق، يوميه الشروق هاي واش حاطه في البوابه تاعها الانترنت اجل تسديد منح وعلاوات ومرتبه الاساتذه المتاحه عيدين، وتجيب في المرتبة الثانية زيارة تبون، وزيارة ماشي يختصروها في التدشين الملعب، العنوان تدشين ملعب تيزي وزو. هذا اختصروها في هذا، ولكن بعد شوف التلفزيون العمومي كيفاش كان يصور، شوفوا هما صح هما جابوا 160 بوس هذا اللي خداو من قبل جابوا وزيد عمرو الغاشي يعني بوس اللي داروا ريكيزيسيون جابوا من كل الفيلاجات من كل ناحيه ما يكفوش زعما يكبروا هو عنده غاشي ما عندوش غاشي ما عندوش غاشي وهي الحكايه وما فيها نو علاش الشيء هذا السينما هذا كان علاش دايرين الحكايه وما فيها انهم حابين يقول يبينوا قالها تيجي وزو اللي ما طاحتش فيها ورقه واحده في الانتخابات في 2019 اه يا خويا انت راح ما فوتتش عليها تبون كيش يصفقوا عليه ويحبوه ما فوتوش عليه الناس قلت هاي ركعنا اي ما بالمثل ركعنا تيزي وزو ركعنا القبائل وبما ان ركعنا القبائل تيزي فكاع الجزائريين يركعوا اي نعم ركعوهم كامل وكيفاش نركعوهم نعملوا انتخابات دور واحد حب من حب وكره من كره ولا مرشح واحد يحتج ويقول كيفاش دور واحد ولا مرشح اللي يحلفوا مطار دروس ولي انهم هذوك المرشحين كلهم شياتين ما كانش واحد
ما بلي راح يربح على بالهم كاع راهم خاسرين، يجوا يلعبوا دور هاو هاو كلاب. هذا مكان كي الجو، روح كي الجو امبح محاك روح منعقد وكش ما يمدولك وياكلها مش بعيد كش ما يديو حويجه، لانه راهي راهم خساره كبيره تاع لي بيوت هذوك وتاع هذوك الاستمارات كل شيء في الخروج. وما كانش مرشح واحد يصلح، مرشح ولا مرشح واحد واحد يصلح اللي قادر تسمى يقنع غير لي كومون خوه لويزا حنون. حزب العمال راح ما بقاش من نهار اللي بعت الماتش لتوفيق، ولا عامله عند توفيق سي تيرميني وعامله عند بوتفليقه وعند زبيده عسول انحرفت خرجت من الحراكات مع الاوان الحراكات، ولكن جبنا السول خدامة حزام. ايه خدامة حزام، انا صديقها وكنت نحترمها الى وشفتها ملي جبدت لانها اللي ترشحت جبدت خايفه لو كان نزعجها نسقسيها نسالها ولا كذا، وما من قلت لها ندير معاك حوار ما ردتش ما بخاف. هي خدامة حزام نهار ترشح علي غديري هي الأولى اللي راح يعني تسوتوني تعيدو، وأنا قلت درت وقلت بيع علي غديري ما حقوش يترشح. دخلت البارح من الكلاسيك ناجي حبت نروح ديريكت من وزارة الدفاع للرئاسة وجيت تركز على رزقية العربي منار القديم وكذا وعلى الميزاح الزبيدة عسول. ها فينا ما مسكين صاب روح في الحبس ولا واحد يتكلم معني، قيد انا اللي نتكلم معني قيد انا اللي نذكر الاخرين كاع نساوي المفروض كيما هذه ميزة زبيدة عسول على بالها خاسرة خاسرة. دور تبعوا الحملة الانتخابية تاعها تجرى تكلم في الصميم، تكلم ديجا على الدور الاول دور واحد وين صار خذي مصيريفها مادام ترشح، خذي مصيريفها خذي زوج دور هذا مترشحين تاع زوج دور. فوالا المهم نعود للموضوع هذايا مع صور اخرى ونشوفوا كيفاش العصابه راهي الان ناويه تصعد في التصوير بعد ما ضربوا بلاد القبائل الحام بيك ركعناهم بس ركع جاي السيبورتير ديال البريزيدنت من سيدي عيسى ومن دي جلابين ومن بير غبالو ومن الاخر سور الغزلان وغيرها اللي بلي يعني عاطيهم كاسكيطة وساندويتش. المهم نرجع للموضوع ان شاء الله، ربي يقدر الخير بلادنا، ربي يبعد عليها وولادها. السلام عليكم. هشام عبود، 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 هشام عبود